اهلا وسهلا، ازيك يا عمر؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله الله تمام، الله كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، وعيد سعيد على حضرتك وعلى الاسره كلها. عيد علينا مبارك، والاهلي يكون دايما يعني في انتصارات يا رب. طيب بكره ان شاء الله لقاء الاهلي مهم جدا في الدور التمهيدي ال 64 لبطوله دوري ابطال افريقيا. شايف البدايه ازاي يا كابتن بعد ما الاهلي يعني يطمح في الفوز بلقبه التاسع في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله؟ وطبعا انت عارف القرعه المره دي اتعملت بشكل غريب شويه، بحيث انه الاهلي لاول مره يلعب في دور ال 64 يعني. تمام. نتيجه انه طبعا انت عارف عدد الفرق المشاركه كان كبير جدا، فبالتالي استثنوا بس ثلاث انديه اللي هي الوداد والترجي ومازيمبي، بعد كده الاهلي دخل هو والزمالك وبعض الفرق الكبيره دخلوا في موضوع انه يلعبوا المباريات التمهيديه دي. تمام. طبعا الفريق اللي هيقابل الاهلي ده فريق مغمور جدا من جنوب السودان حقيقه، اسس سنه 2013 و يعني يمكن يعني ليه له 3-4-5 ماتشات كده مع بعض اللي هي في السكافه كانوا بيعملوا بطولات كده، فخبرته قليله، بس ده ما يمنعش انه المباريات دايما بتبقى في الاول صعبه جدا، وانك انت لازم تكون حريص انك تأدي مباراه كويسه، خصوصا انه النادي الاهلي يعني الان في طبعا استقرار وفي لعيبه جديده جات وفي استقرار في التدريب، والمدرب طبعا كونه يعني حقيقه يجدد له وتصبح له الثقه مره اخرى، دي حاجه كويسه جدا، حددي طبعا استقرار للفريق وكده، فالاهلي طبعا يعني جاهز، والمباراه حقيقه هتكون مباراه مش عايزين نقول سهله، بس هتكون مباراه بدايه انك انت تلعب مباراه قويه وتوري للانديه الثانيه الاهلي ايه، تنزل بقوتك كامله، تلعب مباراه جاده جدا، ما فيش حاجه اسمها فريق مغمور او فريق لسه ما عندوش خبرات، لا يجب ان يكون هناك حرص شديد جدا من اللاعبين والمدرب، ان المباراه مش سهله، عشان على الاقل عايزين نقدم كوره، يعني بقى لنا كتير قوي بنلعب عشان نكسب وكده، لكن عايزين نقدم كوره، عايزين نقدم شكل للفريق، عايزين نقدم ستايل، يكون عندنا سيستم، فاهم قصدي؟ دي حاجات مهمه جدا دلوقتي. كابتن شطة، عايز اعرف راي حضرتك كنجم نادي الاهلي وواحد من نجوم مصر، صفقات النادي الاهلي تعاقد معاه في الفتره الاخيره، تعاقد مع ثلاث صفقات، متولي وقفشه وديانج في ثلاث يعني مراكز مختلفه، الاهلي كان محتاج الثلاث مراكز دول، هل حضرتك شايفهم انه يعني الاهلي الثلاث صفقات هيكونوا فارقين معاه في الموسم اللي جاي، وهي يعني مش هقول يسهلوا الماموريه الافريقيه، لكن هل الماموريه الافريقيه او بطوله افريقيا الموسم اللي جاي ممكن تكون يعني الى حد ما في اطار النادي الاهلي علشان يحقق لقبه التاسع بعد التعاقدات القويه اضافه الى اعاره رمضان صبحي؟ والله النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه قوي عشان تبقى عارف، يعني النادي الاهلي لما الاصابات اللي كانت موجوده كلها اللعيبه استقرت وشكل الفريق بقى كويس، النادي الاهلي قدم كره كويسه جدا، الاصابات اللي كانت موجوده كل اللعيبه اللي كانت موجوده، طبعا كل سنه بيحصل تجديد في بعض الدماء، بيكون في لعيبه عندها اصابات، في لعيبه ما لعبتش مده طويله، الاضافات اللي اتعملت اضافات كلها برضه موجوده في المراكز النادي الاهلي محتاج لها، يعني محمود متولي يعني برضه لعيب يعني مميز جدا، بالرغم انه عندنا لعيبه برضه موجوده في هذا المركز، لكن انت محتاج انك دائما يكون عندك يعني فريق متكامل من حيث ان كل مركز يكون فيه اثنين على الاقل او ثلاثه، يعني عشان انت عارف النادي الاهلي بيلعب بطولات قويه جدا والاصابات تكون موجوده، فلازم يكون البدائل كويسه، الحقيقه برضه النادي الاهلي ما زال برضه عنده لعيبه محتاجه انها تبرز هذه المره، عندك صلاح محسن ما شفناهوش بقى لنا فتره طويله، عندك بعض اللعيبه الحقيقه مروان وعندك برضه شحات، عندنا كم لعيب كده عايزين برضه يكونوا موجودين دايما، عندنا برضه عايزين حسام عاشور عايزين نرجع تاني، يعني انت عارف الحقيقه عندنا عناصر موجوده كانت الفتره اللي فاتت في اصابات، فمحتاجين انه مع العناصر الجديده دي ان يكون هناك نوع من المزيج من اللاعبين عشان نخلع فرقه كويسه بحيث انها تستمر حقيقه لحد انت عارف البطولات بتستمر لحد ممكن 9-10 شهور. طب يعني كابتن شطه، عايز اسالك سؤال مهم حضرتك يعني مهم خاص بالجزئيه دي يا كابتن شطه، هل تعديل موعد البطوله الافريقيه بقت تبدا في موعد وتنتهي في موعد متناسق ومتناسب مع الدوري وكمان اسوه ببطوله دوري ابطال اوروبا، هل حضرتك شايف ان ده في مصلحه الفرق الافريقيه وفي مصلحه الدوريات ان يكون في تناسق ما بين البطوله الافريقيه ومواعيد البطولات المحليه؟ والله انت عارف تغيير البطولات دي من 20 سنه لما انا كنت في الاتحاد الافريقي وكنا عايزين نغير هذا الموضوع ونلعب نلعب البطولات الافريقيه عموما دوري الابطال ودوري الكونفدراليه عشان نبدا شهر 7، كانت في مشاكل كبيره جدا، وجدنا انه بعض الدوريات بتخلص في 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 في, في بدايه في بدايه انك يعني ما كانش في تنسيق في القاره الافريقيه كلها، انه الدوريات بتبدا في وقت واحد، مصر كانت بتخلص
بطوله وتبدا الدوري بتاعها وتروح بادئ بطوله ثانيه. كان في السودان مثلا او في بعض الدول زي غانا وتنزانيا والحته دي كانت تلاقي الفرق بتبدا البطوله الافريقيه مع البطوله الدوري بتاعها. فالان مع تغيير برضه بطوله افريقيا نفسها كاس الامم الافريقيه انها بتبدا دلوقتي بدل ما كانت تبدا في يناير بدأ بتبدا طبعا في يونيو يوليا. كل الامور دي حتى هذه اللحظه هي محل دراسه، هل الافضل انك انت تخليها بعد نهايه الدوري تبدا مع دوري مثلا في مصر او مع الجزائر وتونس والمغرب، ولا تخليها مثلا تبقى في نهايه الدوري بيبدا في بلاد ثانيه؟ القاره الافريقيه دي عباره عن 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 عباره عن 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 عن, عن, عن يعني القاره دي فيها كل حاجه، فيها الشمال والجنوب وفيها الوسط، فبالتالي انت عندك جميع المناخات موجوده فيها. ممكن يكون في الشمال في ما فيش امطار، تكون مثلا في غانا في امطار، تكون في جنوب افريقيا شتاء، هنا في صيف. عشان كده موضوع انك تخلي وقت محدد وتقول ده انسب وقت، عمليه في منتهى الصعوبه، لكن الان جربناها الفتره اللي فاتت دي كلها يا عمر. المشكله الكبيره انك انت لحمت دوري في دوري في دوري في دوري عشان بتنقل من مرحله لمرحله. هذه المرحله اصابت انه اللعيبه ما ارتاحتش خالص، ما كانش في راحه للاعبين، اللاعبين لعبت بطولتين ثلاثه ورا بعض. يعني غيرت من يناير مش عارف ليوليا، وبعدين دلوقتي بطوله دوري الابطال بقيت عايز تنهيها في وقت معين بحيث انها تلعب كاس العالم للانديه. كل الامور دي صدقني هي عامله شويه مشاكل حتى هذه اللحظه. الدراسه هتستمر وهنقدم تقريرنا في اللجنه الفنيه في الاتحاد الافريقي ونقول يا جماعه هل الافضل اننا نستمر كده ولا نرجع ثاني للمواعيد القديمه؟ دي كلها حاجات لسه سابقه لاوانها ان شاء الله. اخيرا كابتن شطه، عايز اعرف راي حضرتك في قرار الكاف بفوز نادي الترجي بالبطوله الافريقيه، هل حضرتك شايف انه قرار يعني صحيح او سليم، ولا ممكن يكون في بعض المتغيرات، او كان يعني تتعاد المباراه زي ما احنا سمعنا في قرار الكاف قبل القرار الاخير ده؟ بص يا عمر، انا الموضوع ده طبعا موضوع يعني يجب ان نكون صرحاء فيه. صح، القرار اللي اتخذه الاتحاد الافريقي دلوقتي قرار صحيح 100%، كان يجب ان يتخذه في يوم المباراه اللي لم تكتمل. تمام، ولكن كانت هناك ضغوط شديده جدا موجوده، وكانت هناك مجاملات بحيث ان الموضوع لم يؤخذ ماخذ الجد، وطلبوا تاجيل المباراه واعادتها وكذا. ولما الحقيقه المحكمه الدوليه حكمت قالت المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد الافريقي ليس ذو اختصاص انه يعيد المباراه، لازم المباراه اللي كان يقولها يعيدها لجنه الانضباط او لجنه اللي هي العقوبات، وبالتالي اعادوا الملف مره اخرى للاتحاد الافريقي، فاخذ القرار الصحيح طبقا للائحه ان الفريق الذي لا يكمل المباراه يعتبر منسحبا. كان وقتها في ضغوطات شديده جدا، القرار لم يكتمل، اكتمل الان القرار بعد ما المحكمه الدوليه دخلت. فبالتالي الاتحاد الافريقي محتاج انه لوائح تكون قويه، ما يلجاش لاي حد لاي جهه اخرى انها تقرر فيه. فبالتالي انا بعتقد انه كونه الترجي يعتبر يعني هو البطل، ده طبقا للائحه انه هو الفريق الاخر لم يكمل المباراه وطلبوا منه ان لا ينسحب، ولكنه اصر لمده ساعه ونصف. الحقيقه تقرير المباراه كان يجب ان يكون يعني قاطع، الحكم ما قدرش ينهي المباراه، المراقب قال المباراه لم تكتمل، يبقى القرار الصحيح انه الترجي يعتبر هو الطريق الفائز، لكن تاخر القرار الحقيقه، وده كان موضوع اساء للاتحاد الافريقي كثيرا، ليه ما يقدرش ياخذ قراراته من خلال لجانه ومن خلال لوائحه؟ فدي حاجه مهمه جدا يا عمر. الان الاتحاد الافريقي اعاد الامور الى نصابها، وان شاء الله بعد هذه الحقيقه الموقف اتمنى ان يكون هناك اللوائح قويه بحيث ان الاتحاد الافريقي ما يتحطش في موقف زي دوت، عشان اشياء كثير قوي الحقيقه للاتحاد الافريقي هذا الامر. كابتن شطه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا وتوضيح بعض النقاط، وايضا كلام حضرتك الفني والقيم في مباراه الاهلي وفريق اطلع برا الجنوب السوداني بكره ان شاء الله في دور ال 64 التمهيدي من دوري ابطال افريقيا. كان معانا على الهاتف